شرط وجوب الحد يعني حتى يقام الحد على من اجتمعت فيه الشروط السبعة، تذكرون فيها ايش هي؟ من وطئ زوجته في قبولها بنكاح صحيح وهما حران عاقلان بالغان. طيب، هذا الذي يقع منه الزنا وهو اجتمعت فيه هذه الصفات السبعة، متى يقام عليه الحد؟ قالوا شرط وجوب الحد ثلاثة، أو أحدها تغييب الحشفة. يعني إذا لم يكن في تغييب حشفة وإنما كان مثلا مضاجعة بالفراش، لمس، تقبيل أو ما شابه ذلك من الأمور، لكن لم يغيب الحشفة يعني ذكره في دبرها أو قبلها، فهذا لا يقال له زنا، وإن كان يسمى زنا من باب التساهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تمشي وزناها المشي، والأذن تزني وزناها السماع. طيب، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. لكن نحن نتكلم عن الزنا الذي يترتب عليه إيش؟ الحد، العقوبة. هو أول لابد من تغييب الحشفة، أما مجرد الملامسة، لو لامس ذكره فرجها أو دبرها لا يقال له زنا. نعم يعاقب يعزر، لكن لا يقام عليه حد الزنا اللي هو جلد 100 أو الرجم إذا كان محصن أو غير محصن. لكن الزنا الذي يكون معه الحد، حد الزنا، هو الذي يكون فيه تغييب الحشفة. قال: في دبر، في فرج أو دبر لآدمي حي. في إذن إما يكون في القبل وإما يكون في الدبر. وقلنا في القبل يكون للمرأة، وفي الدبر يكون للمرأة ويكون للرجل. قال حي، لأن بعض الشاذين قد يأتي ميتا ويفعل فيه الفاحشة والعياذ بالله، أو امرأة ميتة ويفعل فيها الفاحشة. هذا موجود، شذوذ صحيح ونادر لكن موجود، وإذاك تعطى الأحكام لمثل هذه الأمور. فلو أن إنسانا فعل فاحشة بميت أو بميتة سواء في القبل أو في الدبر، فإنه لا يقال عنه إيش؟ زاني، لكن يعزر إلى حد القتل، يأمر القاضي بقتله، لأن هذا فعل مشين، قدر وما شابه ذلك من الأمور. لكن لا يقال له إيش؟ حد زنا، لا يقال له حد زنا، وإنما حد الزنا يكون مع الأحياء لا مع الأموات.